دي هتفضلي. الو، ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا وسهلا، عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتينا امبارح. ميرسي يا روحي، تسلميلي. والله اليوم اللي بتغيبي عننا بتعملي لنا فراغ في البيت. يا حبيبتي والله كتر خيرك، تسلمي ويسلم ذوقك. والله حبيبه قلبي. الله يخليكي. ممكن يا شيف فاطمه اسالك سؤال؟ طبعا اتفضلي براحتك. انا كنت مخليله زيتون اسود، تمام، اللي هو كلاماتا ده، ايوه، ومن شهر 9 ولقيته مر، رحت مغيره الميه تاني وحطيت ملح وخل بسيط، تمام، برضه لقيته فيه مراره بسيطه برضه، تمام. اعمل ايه؟ هقول لك بقى، اغلي شويه ميه، تمام. اغلي شويه ميه. هو لسه مكرمش شويه؟ لا هو مش مكرمش. تمام، اغلي بقى شويه ميه، ولما تسخن يعني تبرد شويه، ما تبقاش بارده ولا مغليه سخنه قوي، تمام. حطيها عليه، ده هينزل المراره اللي فيه، تمام، طبعا مع اضافه الملح والخل وكل حاجه عشان ما تخسرش مننا. واحط فيه ملح برده تاني؟ طبعا، على حسب بقى. حط الزيتون عندك شكله ايه، تمام، علشان لو من غير ملح لا هيبوظ مننا، ولازم تحطي كمان شويه من الزيت حلوين في الزيتون الاسود، تمام. ميرسي لاتصالك يا مدام مديحة، نورتيني واسعدتيني بكلامك الحلو.